اليوم تنتواجد بشاطئ الصويرة في المحطة الخامسة من بطولة المغرب لكرة القدم الشاطئية، والجولة الرابعة في هذه المحطة هذه والأخيرة، واللي رسميا يعني عرفت تأهل كل من صقر أكادير وأمل موغادور وشباب ماسة لبطولة البلاي أوف اللي غادي نتبارو فيها مع مجموعة الشمال. دازت بطولة في المستوى الحمد لله، رغم الأجواء ديال يعني اللي كانت يعني رائعة وكانت يعني في المستوى، وكانت تنافسية وندية ما بين الفرق والروح الرياضية سادت ما بين جميع الفرق الحمد لله. بحال هذه المبادرات يعني نتمنى على أنها تتكرر في مدينة الصويرة، أعطت واحد الصدى، تعرفوا الناس على كرة القدم الشاطئية يعني القوانين ديالها كيفاش تتلعب. نتمنى على أنه الشباب يتحمسوا لهذه الرياضة اللي غادي يكون عندها مستقبل يعني كبير بالنسبة لمدينة الصويرة، خصوصا وأن الصويرة تتوفر على فريق في القسم الوطني الأول واللي يعني تيبصم على مشوار جيد ورسم معالم التألق وفرض اسمه كفريق يعني غينافس على البطولة هذه السنة إن شاء الله الرحمن الرحيم. عبد المجيد الخال، رئيس لجنة التقنية بالعصبة كرة القدم المتنوعة، الحمد لله احنا في محطة الصويرة وهي المحطة الأخيرة في شطر الجنوب ديال البطولة ديال كرة القدم الشاطئية اللي عرفات واحد التنظيم اللي هو جيد. وبهذه المناسبة كنبغي نشكر جميع الفعاليات هنا في مدينة الصويرة من سلطات محلية وكذلك مجلس الجماعة وكذلك العمالة، لأنهم وفروا لنا جميع الظروف باش أن هذه المرحلة تمر في ظروف اللي هي جيدة. ومن جانب التقني فالحمد لله يعني مباريات عرفات واحد تطور تقني اللي هو جيد، وهذا غيصب في المصلحة ديال المنتخب الوطني، لأنه احنا في هذه البطولة والإنشاء ديالها الهم الوحيد اللي عندنا هو يعني التطور الرياضة في المغرب، وكذلك إعطاء عناصر جديدة للمنتخب الوطني اللي غيساعدوهم باش أننا إن شاء الله نواجه المنتخبات الإفريقية في المنافسات المقبلة، ومنها كأس إفريقيا اللي غتقام مصر في سنة 2024. وكنشكر المنبر ديالكم على هذه الاستضافة وعلى التغطية، وكنتمنوا أننا نكونوا وفقنا في التعريف بكرة القدم الشاطئية وكذلك في التنظيم ديالها. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.